نظمت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المشاركة في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بشرم الشيخ COP27، نظمت وقفة أمام المنطقة الخضراء تطالب تلك الوقفة بسرعة التحرك لإنقاذ الكوكب ووقف الانبعاثات الكربونية ومختلف غازات الاحتباس الحراري والوصول لهدف هو ألا تزيد درجة الحرارة على 1.5 درجة مقارنة بما قبل الثورة الصناعية، وضرورة حساب الخسائر والأضرار التي ندفع ثمنها وتحديدا الدول النامية التي تعاني كثيرا من هذه الأضرار. هذه الوقفة مشاهدينا تأتي في إطار المشاركة الفعالة والقوية من المجتمع المدني المصري في القمة من خلال الندوات والمبادرات والأحداث الجانبية والمعارض داخل المنطقتين الخضراء والزرقاء.